عندنا دردشة مطولة معاك بقى عن بإذن الدوريات الله. الأوروبية وبصفة خاصة طبعا الدوري الإنجليزي والدوري الإيطالي، بس خلينا نبتدي الأول بالقرعة، طيب قرعة يورو 2024. كيف رأيت هذه القرعة وأسفرت عن إيه وأصعب المجموعات إيه في رأيك؟ كالعادة قرعة بتبقى دايما متوازنة. اليورو احنا كلنا عارفين ان هو بيبقى 24 طبعا منتخب، ففكرة ان انت تتكلم في ان في منافسة قوية في مجموعة ما باستثناء يعني مجموعة واحدة بس في القرعة المرة دي بتبقى صعبة شوية، لان انت دايما بتتكلم ان الاول والتاني دايما بيتأهلوا، في اربعة من الست مجموعات كمان بيتأهلوا لدور ال 16، فغالبا اغلب الفرق القوية اللي هي الفرق المصنفة الاولى والتانية وجزء كمان من التصنيف الثالث بيتأهل للدور اللي جاي. شفنا في القرعه المره دي يعني في مجموعه قويه جدا جدا اللي هي كانت المجموعه الثانيه اللي هي فيها اسبانيا وكرواتيا كرواتيا وايطاليا وايطاليا بالظبط، ومعاهم البانيا. طبعا البانيا هتكون مظلومه جدا في قرعه زي دي. تحس ايه اللي جابك هنا؟ بالظبط هتتهرس يعني. طبعا في ثلاث منتخبات، طبعا كرواتيا كلنا عارفين حتى وان كانت نتائجها في اليورو دايما مش افضل حاجه، بس في كاس العالم طبعا يعني بنشوفها دايما في الدور قبل النهائي وبنشوفها في النهائي في اخر البطولات. اسبانيا طبعا وايطاليا طبعا من القوى العظمى في كره القدم في العالم كله، فدي دايما اشوفها ان هي مجموعه قويه. طبعا المجموعه الاولى كمان اللي فيها المانيا واسكتلندا مع المجر وسويسرا، مجموعه صاحب الارض غالبا بتبقى يعني هاديه شويه ما بتبقاش قويه. المانيا وسويسرا غالبا برضو ضامنين التاهل كاول وتاني من المجموعه، ربما نشوف منافسه من اسكتلندا والمجر، ربما نشوف حد منهم ضمن افضل اربع توالت ويتاهل للدور الثاني، بس اظن ده ممكن يكون صعب شويه مقارنه برضو بباقي المجموعات اللي احنا هنعرضها برضو دلوقتي. يعني مثلا برضو المجموعه الثالثه فيها انجلترا والدنمارك وصربيا وسلوفينيا، اكيد انجلترا والدنمارك برضو هيكونوا ضامنين التاهل بنسبه كبيره، ربما صربيا وفقا للعيبه اللي بتاعتها الجيل الحالي اللي موجود في الدوري الانجليزي جزء كبير منه في الدوري الانجليزي، ربما نشوف صربيا بتنافس على المركز الثاني مثلا تاخده من الدنمارك، وان كان برضو اشوفها يعني نسبتها لا تتعدى ال 25 30%، بس ممكن نشوف صربيا ضمن افضل توالت. برضو في المجموعه الرابعه في فرنسا والنمسا وهولندا، اكيد طبعا وفريق اللي هو الملحق اللي هيتاهل من الملحق اللي هو المسار رقم ايه، بس اكيد اكيد فرنسا وهولندا هم الابرز للصعود من المجموعه دي. النمسا وان كان برضو منتخب متطور في الفتره الاخيره وفي اخر السنين وعنده لعيبه بتلعب فيه انديه كبيره، لكن في النهايه هو يصنف من الجزء السفلي للتصنيف بي، مش ما نقدرش ان احنا نعتبره يعني منتخب قوي قوي، فوارد النمسا برضو تتأهل ضمن التوالد، بس برضو اكيد المركز الاول والثاني محسوم لفرنسا وهولندا. المجموعه الخامسه فيها بلجيكا وسلوفاكيا ورومانيا، طبعا بلجيكا تعتبر يعني شبه لوحدها في المجموعه دي. رومانيا في الفترة الأخيرة بتتطور، زي كلنا عارفين إن ابن جورج هاجي طبعا الأسطورة الرومانية الكبيرة موجود مع المنتخب ده، وهو اللي سجل لهم كمان يعني هدف التأهل أو ضمان التأهل لليورو، بس في النهاية برضه يظل مش المنتخب القوي مش المنتخب المرعب، هيكون معاهم الفريق المتأهل من الملحق رقم بي، بس في النهاية المنافسة يعني ما بين الملحق وسلوفاكيا ورومانيا هتكون في واحد بس منهم اللي هيتأهل في المركز الثاني، لكن بلجيكا طبعا بالأسامي الكبيرة اللي موجودة معاها هتكون على صدارة المجموعة. المجموعة السادسة والأخيرة طبعا فيها البرتغال والتشيك وتركيا والملحق رقم سي اللي هو هيتأهل من الملحق رقم سي، طبعا البرتغال بدون شك أكيد هتكون على صدارة المجموعة، هيكون في منافسة على المركز الثاني ما بين تركيا والتشيك. طيب المباراة الافتتاحية بقى توقعاتك برضو يعني شكلها هيبقى عامل ازاي؟ هتبقى تنافسية شديدة ولا احنا بنتكلم مباراة هتبقى خفيفة لسه بنفتتح بيها البطولة؟ لا اظن انها ممكن تكون مباراه سهله لالمانيا، اصل اسكتلندا برضو مظلومه مع المانيا يعني. طبعا انا مش عارفه ليه عامله كده، القرعه غريبه شويه. بس خلينا نحط في الاعتبار ان المانيا نتائجها برضو منتخب المانيا نتائجه في اخر خمس سنين مش افضل حاجه، بس اسكتلندا برضو بعيده جدا. بالظبط بالظبط، هي دي النقطه اللي ممكن ترجح كفه المانيا بالزبط. لكن لو هنبص على المانيا في المطلق وفي العموم في البطوله دي، خروج من الدور الاول في مونديال 18، خروج من الدور الاول في مونديال 22، كمان اليورو اللي فات خروج من دور ال 16 على ايد انجلترا، طبعا كلنا زي ما قلنا في البدايه ان احنا التاهل من دور المجموعات سهل، فكون المانيا تتاهل من دور المجموعات في دور ال 16 عادي، بس انها تخرج من دور ال 16 ده مش طبيعي. فاخر ثلاث بطولات
يعني رسميه قويه شارك فيها منتخب المانيا ما كانش افضل حاجه. هو ايه اللي حصل للمنتخب الالماني اللي طول عمره تقيل قوي حتى في كاس العالم بصفه خاصه؟ ايه اللي حصل معاه؟ التاخر في التجديد، ان انت ما بتجددش القوام بتاعك، بتعتمد على نفس الفريق، بتعتمد على نفس حتى المدير الفني كان يوكيم لوف اللي كان موجود معاهم قبل ما يجيبوا طبعا ناجلسمان اللي هو موجود معاهم دلوقتي، بدا نوعا ما يحسن النتائج شويه، بدا ان هو يعتمد على لعيبه صغيره في السن، لعيبه بدا يدخل عناصر جديده في المنتخب الالماني، لكن لغايه دلوقتي هو لسه ما وصلش لافضل توليفه يقدر ان هو يلعب بيها. يعني مع المانيا مع ناجلسمان لعبوا حوالي 6 مباريات تقريبا، خسر 3 وفاز في 2 وتعادل في 1، النتائج مش افضل حاجه. بس برضه احنا بنتكلم من 5 سنين ان المانيا بتخرج من البطولات الكبيره، اخر 10 مباريات المانيا بتخسر منهم 6 مباريات، المانيا بتخسر بنتائج كبيره. المانيا لما لعبت منتخب اليابان في ماتش ودي المانيا خسرت 4، المانيا بتخسر من تركيا 3. طبعا اليابان لو هنقارنها بالمانيا مع كامل احترام للكره الاسيويه كلها بالظبط، وحتى وان كانت اليابان حاطه خطه بدءا من دلوقتي انها تكسب كاس العالم كمان 27 سنه، بس هم بدأوها من دلوقتي وبدأت نتائجها تبان كمان 27 سنه. ده 2050. مش لونج تيرم، ده لونج تيرم بلان. بالظبط، هو يعني حتى نشرها الاتحاد الياباني كان نشرها على الموقع الرسمي عنده، خطه الفوز بالمونديال في 2050. هو حاطط خطه شغال عليها من دلوقتي، وبالمناسبه نتائجها فعلا بدأت تبان. المانيا اليابان اسف دلوقتي بتكسب منتخبات اوروبيه بنتائج كبيره في مباريات الوديه اللي بتلعبها الفتره الاخيره، وبيعتمد ان هو بيلعب مباريات وديه. ناس منظمه جدا، عندهم سيستم رائع. حتى دلوقتي احنا يمكن بنهزر ونقول ده لسه بدري قوي، بس على فكره فعلا بعد 50 سنه اعتقد ومؤكد ان هم ممكن فعلا يفوزوا بيها. شوف قد ايه هم دلوقتي بعيده، الكره اليابانيه مش موجوده اصلا. بالظبط يعني. احنا شفنا المغرب في كاس العالم اللي فات بيوصل سيمي فاينلز. بيحولوا اي حاجه لعلم. طبعا طبعا يعني، وهي الكوره بالمناسبه الكوره يعني كنا زمان بنقول انها مجرد لعبه، بدانا في بدايه الالفينات نقول انها لعبه وبزنس. لا، هي دلوقتي بقت لعبه وبزنس وعلم. ده اتفق معاك جدا. طيب احنا هنتكلم عن الدوريات طبعا المختلفه، بس انا عايزه اروح لتصريحات مدير باريس سان جيرمان، لان لما اجي اسمع ان في كلام ان خلاص مبابي بشكل رسمي احتمال ان هو يرحل عن بي اس جي، ف برضه ده عليه علامة استفهام شوية، لأن كان في جدل الفترة اللي فاتت تقريبا من خلال 2 شهر فاتوا، هو هيرحل ولا هيبقى، لسه عقده ما خلصش، طب ما كان عنده أوفر كويس جدا، هو هل ممكن يروح ريال مدريد ولا لأ؟ خلينا نعرف منك يعني. هو يعني المسلسل بتاع مبابي مستمر بقاله 3 سنين. مش معقول. اه والله. يعني في شهر 6 وشهر 7 في كل سنة من 3 سنين اللي فاتوا دايما بنشوف المسلسل ده بيبدأ وبينتهي في النهاية إن مبابي بيفضل برضه في النهاية في باريس سان جيرمان. بس المرة دي الموضوع هيكون مختلف. ليه؟ لأن خلاص آخر عقد مبابي الصيف اللي جاي، من حقه في شهر يناير اللي جاي هو يوقع لأي نادي، مع بس إبلاغ باريس إن هو هيوقع للنادي الفلاني. حتى الآن هو ما جددش عقده، وأظن إن هو مش هيجدد عقده. بس هو تصريح أرمسترونج، طبعا هو مدير الإيرادات في نادي باريس سان جيرمان، هو تصريح تسويقي بحت او تصريح من ناحيه البيزنس. هو الراجل كان بيتكلم ان اوكي مبابي لعيب كبير ومهم جدا في الكره العالميه كلها، تاثيره الفني على باريس سان جيرمان ربما يعني هو انا ما كنتش داري بيه كمدير للايرادات، لكن تسويقيا هو ما يفرقش معانا. وده تصريح انا اشوفه زي ما قلت هو تسويقي بحت، هو الراجل مش عايز يحسس النادي اللي هو فيه والمؤسسات اللي بتتعاقد معاه كسبونسرز او ان هو انا هتاثر برحيل امبابي، لا انا جبت ميسي وميسي رحل عادي جدا. هو اوريدي عدوا المرحله دي مع امبابي من بدري. بالظبط. فاكر الفتره كان فيها تلاسل وتراشق متبادل بين امبابي وبين رئيس النادي اصلا. صحيح. ده في ناس كتير استبعدت فكره ان هو هيستمر مع النادي اصلا بعد اللي حصل. الموضوع وصل يعني زي ما بتقول لخناقه ما بينهم. طبعا. يعني وحتى كمان طبعا. رئيس النادي قال له يعني انت هتتجمد، انت مش هتلعب. طبعا التصريح ده كان وقتها عمل مشكله، ان طبعا مش مسموح ان انت تجمد اي لاعب مهما كان. والله لو هتجمدني وهتدفع لي يعني يبقى جمدني. يبقى جمدني. هو في النهايه هو هيدفع، بس انا شايفه الخسران الوحيد كمان هو هيخسر ايه والله، ما هو قاعد برده كده كده مرتبه بياخد. هو امبابي مش هيخسر حاجه، الخسران فعلا في الموضوع ده هو باريس سان جيرمان. يعني حتى لو مدير الايرادات بيحاول ان هو يهدي من نبره الخساره شويه، بس هو في النهايه لا انت هتخسر. ليه؟ انت اهم لعيب، مش هقول موجود في باريس بس، اهم لعيب موجود في العالم دلوقتي نظرا لمستواه وارقامه وسنه وقيمته مع المنتخب وقيمته
مع النادي أنا كمان هيرحل ببلاش. اعتقد هالاند هو ممكن يطلق عليه في السن بتاع مبابي. لا مش مبابي هو الافضل حاليا، بتكلم سن من 22 25 ده يعني بتهيالي بالارقام كمان. ممكن علشان امبابي، عشان اسف هالاند راح الدوري الانجليزي. امبابي لو راح لو راح ريال مدريد او راح الدوري الانجليزي، لا ممكن بنسبه كبيره يعدي كمان هالاند. لكن حاليا الدوري الفرنسي في حته بالزبط. يعني بعيد الدوري الفرنسي يعني. يقلل من قيمه اي حد ممكن برضه. يعني يعدي هالاند. طبعا 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 لو راح نادي او يعني في الدوري الانجليزي. طبعا انت مدرك حجم الغزاره التهديفيه اللي عند هالاند. بس هقول لك على حاجه، هالاند جنسيته ايه؟ نرويجي. نرويجي. منتخب النرويج لم يتاهل لليورو ولن يتاهل لكاس العالم ولن يحصل على اي بطوله، ده امر مفروغ منه مهما كان يعني. عنده هالاند وكل حاجه، بس هالاند بقيمته واللي بيعمله مع المان سيتي دي كلها ما قدرش ان هو يوصل منتخب بلاده لليورو. ما عندوش في منتخب ميلاده نفس اللي بيتسيرفس عليه بالظبط مع مان سيتي. فاذا في حلقه ناقصه عند هالاند. انا لما اجي اقيم هالاند اقول ان انا عندي احسن لاعب في العالم. طيب احسن لاعب في العالم عمل ايه لمنتخب بلاده؟ ما قدرش ان هو يعمل حاجه. نفس المشكله اللي موجوده عند محمد صلاح. هي مشاركه يعني، هو لسه يعني دي ما تعتبرش او ما نقدرش نقيم دلوقتي بتهيألي يعني. وما انا قلت ما هو النرويج مش هتوصل الا اليورو اللي جاي ولا بقى اللي بعديها. ده بقى مش ذنب هالاند بقى، هو مش ذنبه انه نرويجي معلش. بس في الناحيه الثانيه لما بقى بنيجي نحط المقارنه ان مبابي لا بياخد كاس عالم عشان ده حظه ان هو ايه؟ كاس عالم. ده حظه. ما هي دي بقى، هي دي مش بتاعته. هي بتتلمد معاك في حاجات والله مش بايدينا. ما هي نفس المشكله اللي موجوده عند محمد صلاح. هل منتخب مصر ممكن ياخد كاس العالم مع محمد صلاح؟ والله السؤال ده بقى ايه، نجاوبه او ما نجاوبوش خلاص، بس نطلع فاصل. يعني ممكن يعتبر حلم، بس ان شاء الله بالزبط. ايه لو عايشين يبقى حقيقه يعني. لو يا رب نتمنى نرجع نكمل. وبما اننا بنتكلم ولسه بنتكلم عن الدوريات الاوروبيه، ما تيجي نقف شويه كده عند لاعبتنا المحترفين في الدوريات الاوروبيه المختلفه. تمام. ورؤيتك للي هم عاملينه، وخصوصا ان هم للامانه يعني الى حد بعيد يتقال ان هم عاملين شغل حلو كل واحد فيهم في الدوري اللي هو بيلعب فيه. اكيد طبعا محمد صلاح يعني نمبر 1 في المحترفين المصريين دايما في اخر السنين. محمد صلاح يعني ربما ان هو يكون في اخر الموسم اللي فات وبدايه الموسم ده كانت يعني الناس بتبص عليه رقميا بتقول ان هو مش افضل حاجه مقارنه ببداياته مع ليفربول اول 3 مواسم، بس احنا بنشوفه السنه دي بينافس هالاند بقوه كمان في صراع هداف الدوري الانجليزي، ان هو فارق هدفين بس عن هالاند. كمان نضيف على كده ان محمد صلاح بقى الرقم 1 بالنسبه له كمان صناعه الاهداف، غير ان هو يسجل. الموضوع تسجيل الاهداف ما بقاش الاهميه القصوى بالنسبه لمحمد صلاح. صلاح دايما بيحاول ان هو يوصل نونز، بيحاول ان هو يوصل جوتا، بيحاول ان هو يوصل دياز دايما للمرمى. بنشوف تمريراته كمان والاسيستات اللي بيعملها بشكل اقرب للي كان بيعمله ميسي مع برشلونه كمان. يعني الموضوع بقى فيه كرياتيفيتي عاليه جدا من محمد صلاح. مش حاسس ان صلاح يعني كان الناس كانت بتتكلم ان هو هيوصل لسن ال 32 33 هيبدا الكيرف ينزل، هيبدا الموضوع يقل. لا بالعكس، محمد صلاح السنه دي كمان بيزود حاجات في القدرات بتاعته، بيزود صناعه اللعب، بيزود طريقه صناعه اللعب، بيزود طريقه وصول زمايله للمرمى، تحركاته كمان جوه الملعب. بيزود الارقام القياسيه اللي بيحطمها كل يوم. طبعا ده شيء بديهي. محمد صلاح يعني كالعاده بيبهرنا. اتمنى يعني في ظل الكلام اللي كان بيتقال مع بدايه السيزون واقتراب شهر يناير ونهايه السيزون اللي احنا فيه ان هو ممكن يمشي من ليفربول، اتمنى ان هو يكمل طالما ان هو قادر على حاجه زي دي، طالما قادر ان هو يؤدي في التوب ليفل اللي هو موجود فيه حاليا ده، لا يكمل فيه ان هو يستمر وان هو يحقق كمان الارقام والتطور اللي هو شغال عليه لغايه دلوقتي. كمان يعني عندنا مصطفى محمد في نانت الفرنسي، اوكي كان افضل من كده يعني افضل من الفتره الحاليه مع بدايه الموسم، كان بيسجل بشكل مستمر، كان بينافس مبابي كمان على صداره هداف الدوري الفرنسي، كان فرق ما بينهم هدف واحد. لكن مع فتره التوقف الدولي اللي فاتت نتائج نانت كمان في الدوري الفرنسي بدات تتراجع بشكل كبير. هو اتعرض لضغوطات برضو كتيره بصراحه يعني. بالزبط. وتابعنا الاسباب وتابعنا الواقعه بتاعه اللي هي الرينبوز والحاجات اللي زي كده يعني. بالزبط. وموقفه تجاهها يعني برضو يعني ده اعتقد برضو كان ليه تاثير. صحيح كبير. طبعا دي كلها حاجات بتاثر، بس انا اللاعب
كبير بالنسبه لي، واللاعب المحترف واللي بيلعب في ليفل زي الدوري الفرنسي او الالماني او الاسباني او الانجليزي او الايطالي. اتمنى دايما ان الحاجات اللي بتبقى بره الملعب انها ما تاثرش على مستواه. لازم مصطفى محمد يبدا ان هو يرجع تاني في الجزئيه دي، مع ضروره الاعتراف ان نانت نتائجه تراجعت بشكل كبير جدا في الفتره الاخيره، في اقاله للمدير الفني، في مدير فني جديد بيجي. فاتمنى ان مصطفى محمد يكنسل كل اللي هو بدأه في اول السيزون يعتبره كان لم يكن، يبدا ان هو يرجع تاني لنفس الفتره دي، يبدا ان هو يشتغل من جديد، لان احنا وقت ترابزون يعني مثلا لا، مع بدايته مع نانت في الدوري الفرنسي كان مسجل 5 أهداف أو 6 أهداف في السيزون في 5 أو 6 مباريات متتاليه، كان في منافسه قويه جدا مع مبابي على صداره الهدافين. بس بعد التوقف الدولي الاخير اللي كان في شهر 11 ده، يعني من الحاقه بالدوري الفرنسي اصلا وبنانت، هل شايف مستواه بقى افضل ولا بالعكس فيما سبق كان افضل؟ لا، الموسم ده افضل، وبدايته الموسم ده هي افضل بدايه لمصطفى محمد في كل الدورات اللي لعب فيها. أوكي. حتى الدوري المصري الارقام اللي حققها مصطفى محمد في اول 7 أسابيع في الدوري الفرنسي، مصطفى محمد ما قدرش ان هو يحققها الا مع الزمالك ولا جلاتا سراي ولا اي فريق في تركيا لعب فيه قبل كده. هو البدايه دي هي كانت الافضل، بس احنا لما جينا في فتره التوقف اللي هي بتاعت شهر نوفمبر اللي فاتوا ماتشين المنتخب دول، هو رجع بعديها مش افضل حاجه، يعني بقى له حوالي 3 أسابيع مفيش اهداف بتتسجل. بس للمره الثالثه لازم نعترف ان نتائجه بتتراجع. تمام. طيب عمر مرموش بقى وبرده عامل شغل كويس طبعا عمر مرموش السنه دي برده يعني حتى الان هو افضل موسم ليه رقميا، رغم ان احنا تقريبا لسه في ثلث السيزون ما كملناش النص، لكن هو افضل ارقام حققها عمر مرموش هي السنه دي، ما حققهاش برده قبل كده مع سانت باولي، ما حققهاش مع فلسبورج. السنه دي افضل سنه ليه، يليها طبعا السنه اللي كانت مع شتوتغارت. كمان التوظيف بتاعه جوه الملعب، هو دايما متعودين ان مرموش بيلعب كجناح شمال، حتى مع منتخب مصر هو بيبدل مع تريزيجيه في الحته دي، لكن هو مع فرانكفورت بيلعب كمهاجم صريح او مهاجم متاخر، فدايما هو في مقابله دايما مع حارس المرمى للفريق المنافس. فكمان يعني مرموش لعيب مهاري وعنده الفينش كويس جدا، بيعرف يدخل جول من خرم ابره. بالظبط بالظبط، يعني بيقدر ان هو يفتح كده نص متر، يقدر ان هو يسدد منه او حاجه ان هو يسجل، وكمان يعني عنده دقه في التسديد وقوه، فبيقدر ان هو يسجل اهداف. حتى الان هو مع طبعا فرانكفورت محقق نتائج او ارقام ممتازه جدا. فرانكفورت كمان يعني معروف عنه ان هو من الانديه الالمانيه اللي دايما بتقدر انها تطور اللعيبه بشكل كبير. فرانكفورت ممكن ياخد لعيب الناس ما تعرفوش بشكل كبير، لعيب مش اسم لامع، ويطلع منه لاعب كبير ينتقل لاحد الانديه اللي هي كلاس ايه مثلا في اوروبا. فاتمنى ان مرموش يكون من اللعيبه دي، وهو حتى الان على الطريق ده. طيب كلام جميل. انا عايز اروح معاك برضو بما ان احنا بنتكلم عن الدوريات العالميه والكره العالميه. التحكيم، وسريعا بس عشان فاضل 3 دقائق، التحكيم ملف كنا بنعاني منه، او مش كنا، احنا لسه بنعاني منه افريقيا طبعا، تحديدا كمان، وعندنا اكيد برضو محليا في مصر عندنا مشاكل كتيرة جدا، بس مش عايز اتكلم في الحته دي، عايز اتكلم عالميا. سمعنا برضو ان دي مشاكل مكرره، وتحديدا في اقوى دوري في العالم الدوري الانجليزي. ففي هنا تناقض شويه ما بين دوري قوي جدا وما بين اخطاء زي دي المفروض ما تكونش موجوده. فتقييمك لده ازاي؟ وهل المشكلة في فكرة رد الفعل جراء الأخطاء التحكيمية علشان لا تكرر مرة تانية؟ احنا عندنا عارفين الوضع بيمشي بلا حساب يعني طبعا. عندهم الوضع مختلف بس هو موجود. صحيح، وشفنا كارثة حصلت في ماتش المان سيتي وتوتنهام، من يعني كان في كورة ممكن تحسم المباراة للبان سيتي، والحكم ادى تحت فرصة وشاور ان هو باستئناف اللاعب، وبعد ما الكورة وصلت تقريبا انفراد قال لك اعتذر هو بعد كده. ما مش أول مرة تحصل كمان السيزون ده، حصلت في ماتش ليفربول، وكان في مشكلة في تقنية الفيديو والحكام فهموا بعض غلط، وكان في مشكلة في التواصل، ده فهم انها اوف سايد وده فهم انها جول، فالحكم حسب اوف سايد وكمل اللعب عادي. طبعا دي اخطاء ما ينفعش انها تحصل، مش هقول في الدوري الانجليزي ما ينفعش تحصل في اي دوري. فاحنا لما بنتكلم ان الدوري الانجليزي انا ما احبش ابرر الخطا، يعني انا ممكن اجي هنا تحصل زي حضرتك قلتي كده في مشكله في تحكيميه في الدوري المصري، فيطلع حد يقول لي طب ما انت شوف يا عم في انجلترا كان حصل. ما هو بيتقال لا لا، الغلط غلط بالزبط. الغلط غلط، وكمان هم هناك بيتحاسبوا الحكم هناك. يعني احنا شفنا في المشكله بتاعت ليفربول اللي هي كانت من حوالي شهرين، لا الاتحاد الانجليزي او لجنه الحكام في انجلترا طلعت فيديو
التسجيل للفار رغم ان ده طبعا ممنوع بلوائح الفيفا، لكن هم طلعوا فيديو بالصوت الحكام والمهندس الصوت اللي كان موجود كمان، يعني هم كلهم هم بيتكلموا مع بعض، وحط واتحط عليه ترجمه وكل حاجه، واتحط ان هو كمان مكتوب، وبداوا ان هم يشرحوا المشكله جت منين، واعترف ان في مشكله. وتقريبا انا من وقتها ما شفتش الحكم ده موجود في ماتشات الدوري الانجليزي. بس اصلا مش هينفع نقارن بين الاخطاء التحكيميه افريقيا وفي اي حاجات في الدنيا، لا 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 كما ولا كيفا الحقيقه. هو المشكله ان احنا هنا ما بنعترفش بيها لا في افريقيا ولا في مصر. يعني احنا هنا حتى يعني كان في كلاتنبرج لما كان ماسك لجنه الحكام هنا في الدوري المصري، الراجل كان بيطلع فيديو كل اسبوع يقول ده اخطا في كذا، ده صح في كذا، انا احترم ده جدا. في شفافيه. مش حتى لو في غلط حصل الراجل بيطلع يقول اوكي في غلط حصل وهنحاسب. سجل موقف. بالظبط. لكن هو بقى ايه ما كملش. عرفت ليه؟ بالظبط. وده كان منطقي. هي دي المشكله. هي دي بقى المشكله. وبيريرا حاليا بيهاجم برضه بشكل كبير يعني. وما بيردش. بس انا بحترم ده برضه. بتحترم عدم رده. بحترم عدم رده ان هو مركز ولا يعني اي انتقادات. طب اللي بيغلط طبعا. لا مش فاهمه. الحكم بقى اللي بيغلط هو بيعمل معاه ايه؟ لا هو ما بيردش على الانتقادات اللي بتوجه ليه، لكن هو بيشوف شغله على الارض بشكل جيد جدا. جميل. وقال ان هو هيعمل تقييم للحكام وفي ستاندردز معينه لازم تكون موجوده. لا هو بيشتغل على الارض ومطلع حكام جداد كمان يعني. انا وفرض بعض جداد. الامور منها طبعا الماتشات القمه تبقى بتحكيم مصري، كل دي امور جيده. انت عايز تقول ان يعني سياسه الثواب والعقاب غايبه عندنا. بالظبط. هي دي النقطه اللي بتكلم بقى فيها، ان احنا اوكي الراجل ما بيردش على الانتقادات على عيني وعلى راسي، ركز في شغلك، احترم ده جدا. انت عايزه يبتدي يبقى فيه رد فعل كعقوبه. طبعا انا طبعًا. انا دي لسه ما تابعناهاش طبعًا. يعني حتى الان ما شفناش حاجه زي دي. طبعا في الاتحاد الافريقي ده دي مش موجوده اصلا. احنا بنشوف يعني الاتحاد الافريقي ده عايز له حلقه لوحدها. بالظبط. انما على الاقل نبدا هنا في مصر. اوكي احترم ان بيريرا بيطلع حكام جداد، والاتحاد الافريقي بالمناسبه بيطلع حكام جداد، لكن اللي بيغلط حضرتك بتعمل معاه ايه؟ انا ما اعرفش حاجه. بعكس انجلترا رغم الكوارث اللي بتحصل دي كلها، لا هو بيقول انا غلطت في كذا وحصل كذا كذا، وبتطلع كمان بفيديوهات وبيطلع العقوبه. احمد نورتنا بجد، وقراءه كانت سريعه بس استفدنا، وان شاء الله تنورنا تاني ان شاء الله باذن الله. شكرا. ان شاء الله. شكرا لوجودك معانا النهارده. شكرا. والشكر موصول لمشاهدي قناه الاهلي في كل مكان على حسن المتابعه. بكره باذن الرحمن يتجدد اللقاء ونشوفكم على خير.